صباح فيه الشمس وفيه النور، فيه الزهر وفيه تغاريد الطيور، فيه فرح فيه مرح يطفي سرور. اليوم أحلى صباح، اليوم أحلى صباح، أحلى صباح. ما كل هذا يا إيمان؟ أنا وتسنيم وياسين وسمر سنخيم هنا، سنلعب في النهار وفي الليل سننام في أكياس النوم هذه. هذا رائع. ألا تحتاجون إلى بعض التدريب؟ التدريب على ماذا؟ على الليل والنهار. كيف؟ معي هاتان اللوحتان، واحدة للنهار وواحدة لليل. فهمت. عندما ترفع لوحة الليل ماذا سنفعل يا سمر؟ سننام. وعندما ترفع لوحة النهار ماذا سنفعل يا ياسين؟ نستيقظ ونأخذ نفسا عميقا. صحيح، سنستيقظ ونلعب، نأخذ نفسا عميقا هكذا. شهيق، زفير، وبعدها سنركض نحو الحاجز. نقفز ونقفز 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 ثم نعود لننام مجددا. أحسنت يا إيمان، هذا ما حاولت شرحه. حسنا يا نشيط، هيا نبدأ. هيا هيا نبدأ. لوحة الليل، هيا ننام. هيا ننام في الأكياس. إنه النهار من جديد. هيا هيا إلى النشاط. ونقف هنا. شهيق، زفير، شهيق، زفير. إلى الحواشي. هيا 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 بسرعة، إنه النهار والنشاط. أحسنتم. إنه الليل. الليل، هيا. تصبحون على خير. تصبح على خير يا نشيط. إنه الليل. النهار مرة أخرى، هيا. إلى النشاط. شهيق، زفير، شهيق، زفير، شهيق، زفير. إلى الحواجز. هيا إلى الحواجز بسرعة. نهار يا إيمان. هيا هيا إلى أكياس النوم. لا يا إيمان، إنه النهار. أحكي لكم حكاية أحب للغاية، حكاية الصديق، صديقنا الشتاء. نراه كل عام بثوبه الجميل، فيطرق الأبواب ويرسل السحاب، وتسقط الأمطار فتل أشجار، وتسقط الثلوج فتملأ الدروب والبيت والمروج بلونها الجميل والبهيج. فيضحك الصغار بالثلج يلعبون، ويفرح الكبار في البيت يجلسون.
نشيد؟ لما أنت مشغول؟ هذه أغراضي يا إيمان، بعضها لليل وبعضها للنهار. لما لا ترتبها؟ هذا ما أحاول القيام به. ولكنك تنفذ عكس ذلك. نشيد، عندي فكرة. أنا وياسين وتسنيم وسمر سنصنع ملصقات. ماذا؟ ستصنعون الملصقات بدلاً من مساعدتي؟ بل سنساعدك. سنصنع الملصقات على أشكال أقمار وشموس ونجوم. وكيف ستساعدني الشموس والنجوم؟ سنلصق الشموس على هذا الصندوق، وستضع في هذا الصندوق الأشياء التي تحتاجها في النهار، وعلى هذا الصندوق سنلصق الأقمار والنجوم، وتضع في هذا الصندوق الأشياء التي تحتاجها في الليل. هذا أمر رائع. رائع، فلنبدأ. هيا سنرسم على هذه الملصقات. هنا نرسم شموسا النجوم والآن سنقص هذه الملصقات. نستخدم المقص بحذر. لنلصقها الآن على هذين الصندوقين. هنا هذا صندوق النهار، هذا صندوق الليل. سنلصق الشموس هنا والنجوم والأقمار هنا. هيا تسنيم، ألصق النجمة هنا. تعالي تعالي. ياسين، ألصق النجمة هنا. وأنا وسمر هنا. وأنا وسمر سنلصق الشموس. رائع، والآن لنضع هذين الصندوقين عند نشيط. هيا. شكرا يا سمر، تفضل يا نشيط. رائع. شكرا يا ياسين، شكرا يا سمر، شكرا يا تسنيم، وشكرا لك أنت أيضا يا إيمان. عفوا يا نشيط.